السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من دوار ولاد عزوز جماعة سيدي بن حمدون ضواحي برشيد. معنا واحد المجموعة من الساكنة اللي كتعيش العزلة التامة بفعل هذا الطريق، وكاين مجموعة من الأمور اللي غادي يتكلم علينا هذا الأخ من الساكنة. تفضل الأخ. السلام عليكم ورحمة الله. احنا من الساكنة ديال دوار ولاد عزوز، هو اللي كيبان لكم في على بعد 5 كيلومترات، يعني يستحيل اننا ندخلوا على رجلينا ولا بالطوموبيل، يعني كاين الغيس. بالنسبه لهذا المسلك هذا، هذا المسلك هذا برمجاتو الجهه السنه الفارطه على انه باش يدوز هذه السنه، ولكن لا شيء شناه. دفعنا ملفات للبرلمانيين الساده القاضي فؤاد وطارق، وحقوا بان المسلك تبرمج في الجهه، ولكن للاسف مازال ما تنفذت حتى شي حاجه لحد الساعه. المنطقه معزوله تماما. كيفاش هاد الوليدات كيمشيو للمدرسه تقريبا؟ بالنسبه للمدرسه الى شفتوا راه كيبان لكم الدوار على بعد 5 كيلومترات. نعم. والمدرسه في الجهه الواجهه الاخرى، يعني 6 كيلومتر المدرسه كتبان في الجهه الاخرى. نعم. ملي كتصب الشتا يستحيل شي واحد يوصل ما بين هاد الدوار، دوار حمروده ودوار ولاد عزوز، كتولي هادي معزوله تماما. بالنسبه لفصل الشتا كيدوز عندنا حنا قاسي، البوطه كناخذوها 100 درهم، كتوصل عندنا 100 درهم، يعني حتى مول الحانوت ما يقدرش يخرج، حتى لا يخرج كيخرج بالتراكتور، صعيب باش يخرج. الوفات باش نوصلوها للمقبره خاصنا 2 تراكتورات، يعني منطقه منسيه تماما. دوار ولاد عزوز، النقيشه، القواسم، الغيديين، بوسروطن، هذه المنطقه منسيه تابعه لجماعه سيدي بن حمدون، لا احد يبالي. شي جهات معينه دقينا جميع البيبان، يعني لمده 30 سنه وما فوق، ونحن نناضل على 5 كيلومترات، بغينا غير تشوفنا ما شناهاش. لا الجماعه، المجالس المتعاقبه على المجلس الجماعي سيدي محمدون، حتى شي واحد ما داير لنا شي حاجه. وجميع الشكايات والجميع الجهه السابقه، جهه الشاويه ورديغه، وزير التجهيز والنقل، وزاره الداخليه، العماله، كل شيء حطينا فيهم شكايات، ولكن لا مجيب. قلتوا بانه تم رصدها في هذه الجهه، كيفاش تفسروا يعني المساله ديال الطريق ولا؟ بالنسبه للمسلك حمروده ولاد عزوز، درنا بطاقه تقنيه بمساعده الرئيس جزاه الله خير، حطينا الملف متكامل لدى السيد البرلماني طارق القاضيري، وداه للجهه، ومشيت حتى للجهه، واستقبلنا فؤاد القاضيري، وداز الملف، داز في مجلس الجهه، صادقوا عليه وصادقوا حتى على الميزانيه، ولكن التنفيذ أين هو؟ الله أعلم، مازال ما نفذوش لمدة سنة ونصف الآن، ما عرفناش شنو واقع. شنو الأسباب اللي خلات؟ ما عرفناش التنفيذ، الله أعلم، ما عرفناش شنو كاين. الناس باقا واحلة، غارقين، الوليدات ما تيقراوش، الله يدير شي تاويت الخير. يعني السوق ملي كتصب الشتا كيستحي توصل ليه، كيفاش غنعيشوا حنا في هاد ولاد عزوز هادي؟ ولحد الساعة باقا الحالة كما هو عليه، ونحن كفاعلين جمعويين وكجمعيات المجتمع المدني نندد بما يقع لدوار ولاد عزوز. ونتمنى من الله باش يتصنتوا لنا هاد الناس ويديروا لنا شي حل في اقرب وقت ممكن، لان فصل الشتاء هو هذا، اش نتسناو ثاني عام اخر؟ هادشي بزاف، هادشي بزاف عينا، هادشي. كنشكرك الاخ بن السيد رئيس جمعيه السلام ولاد عزوز السي محمد لطفي. حرام 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 نبقاو فين نشوفوا، كل عام كنشوفوا هذا الشيء بحال هكايا، والله الا حرام عليهم بزاف، حرام عليهم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يشوف في هذا الدوار هذا، يعني هذا الدوار حشومه عليهم، حشومه عليهم، خلهم يعني يبقى معزول، يعني حشومه عليهم يبقى معزول بحال هذا الشيء بحال هكايا. وماشي على الدوار عندنا، يعني راه كاينين حتى شي دوار اخرين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شي رساله ممكن انكم توجهوها يعني عبر القناه التلفزيون؟ رسالة كنوجهوها مباشرة للسيد رئيس جهة الدار البيضاء سطات، نطلب منك السيد الرئيس السي محمد الباكوري بأنك الله يجازيك بخير دير لنا التنفيذ. حنا عارفين الميزانية كاينة، الطريق مبرمجة، نطالب بالتنفيذ العاجل، يعني باش يجيو دابا يبداو خدامين، ماشي حنا غنعيشو عاوتاني سنة أخرى من المعاناة. وهذا الشيء اللي كاين، ونطلبوا من الله حتى البرلمانيين الاخرين يتحركوا، يعطيونا، يبينوا لينا. هادو الدوار ولاد عزوز كيجيو ليها وقت انتخابات، وقت انتخابات عاد كيجيو لينا بطوموبيل يبداو يدقوا في البيبان. جيو دابا، انا نتحدى اي برلماني
تابع الاقليم برشيد البرلمان بربعه شي واحد يقدر يدخل لولاد عزوز بالسياره ديالو نتحداه امام الملا يدخل بالسياره نتحداه يدخل لولاد عزوز بالسياره ديالو وهذا الشيء كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يدير لنا اللي فيه الخير. يعني كنشكروك معنا احد الساكنه ديال فاعل جمعاوي اللي غادي يحكي لنا على المعاناه ديال هاد الساكنه ديال هاد الدوار ولاد عزوز بفعل هاد العزله التامه اللي كيعيشها هاد الدوار. تفضل اسيدي. السلام عليكم. في الحقيقه احنا الكلام هرب لينا من كثره النداءات والاستغاثه والمطالبه بالتدخل من اجل رفع هذا الحيف الواقع على هذا الجزء من الجماعه خاصه هذا الجزء. انا جماعه بن حمدون تنعرفها انا نائب من واحد من جماعه بن حمدون ولكن هذه المنطقه تنجي لها باستمرار. وغنقول لك واحد القضيه شتي الا بعت ادم من جديد وجد هذه المنطقه غيقول لهم بحالك وخليتها هذه هي المنطقه بحالك ما تزاد فيها حتى شي حاجه. نفس حصار مضروب عليها من كل اتجاه ومن طرف الجميع. وغنقول لك ساكنه هذه المنطقه خاب ظنهم في كل المنتخبين بكل انتماءاتهم وكل مستوياتهم من محليه الى اقليميه الى جهويه الى وطنيه، حتى واحد ما طفروا لهم. الحقيقه اللي كاين كلهم كيقلبوا على كمشه ديال الاصوات يدوها من هنا بالوعود الكاذبه شنو نقول لك؟ حتى بالتدليس بعض المرات بالمعطيات المغلوطه بكذا شي امور ما شاء الله. مؤخرا راه الجهه برمجت عدد ديال المسالك بالمنطقه كلها بجماعتها بخمسه، برمجت عدد ديال المسالك، الناس استبشرت خيرا، فاذا هذيك المسالك انا نتحدى السي الباكوري الا تصاب مسلك واحد كيلومتر واحد احترم مقتضيات دفاتر التحملات اللي خرجهم، وانا تنقول لي عندك مشروع وهمي في جهه الجماعه، عندك مشروع وهمي في الطريق الرابطه بين الاقليميه 3601 ودوار مداحه، المسلك الرابط بيناتهم، انا تنقول لك هناك مسلك وهمي السي الباكوري خرج حقق فيه، ولا ما لقيتيش وهمي هذيك الساعه دوي. انا تنقول لك انا المنتخبين الناس خاب ظنهم. اللي بقى هو نتوجهوا للسلطات ونتوجهوا للسيد عامل الاقليم اللي هو يمثل ملك البلاد في هذا الاقليم والمسؤول على القيام على امر الرعايه ديالو في هذا الاقليم. اللي مالك البلاد ما خلى لا مداشر لا دواور لا جبال لا سهول، كل شيء مشى ليه بحفيان كيدور وكيوقف على الرعايه ديالو. انا ما عرفتش علاش هاد المسؤولين يسدوا عليهم في المكاتب ديالهم مكيفه وتيمشيو يديروا في ديك اللقاءات العقيمه ويعرقوها بسطيله وتيجيو وما تيخرجوا حتى بشي نتيجه. انا ما فهمتش علاش، ماشي معقول. السيد العامل انا كنقول ليه مرارا كنقول ليه رجل غبر رجليك شويه وجي عند الناس وقف معاهم وشوف اش كاين. راه انت اللي مسؤول على هاد الناس وخصك تعرف مشاكلهم. انا كنطلب منك دابا طلب واحد، الله يجازيك بخير، دير واحد اللجنه، لجنه دير فيها خويا الناس ديال التجهيز، دير فيها الناس ديال التعليم، دير فيها الناس ديال الصحه، ودير فيها الناس ديال الشباب والرياضه، وجي شوف هاد الناس، ناس في الجبال، الناس كتحتج كتقول لك ما عنديش ملعب القرب، ما عنديش دار الطالب، ما عنديش دار الشباب، الناس باغي دابا منين يخرج؟ انا كنقول الدراري دابا ما يقراوش. ما كيقراوش مع الطريق ما يمكنش. الصحه شي حاجه سميتها خدمات استشفائيه في هذه الجماعه ما تتكلمش عليها، ما تهضرش عليها، تهضر على الخيال، على الوهم. ولذلك تنطلب من الناس، تنطلب من المسؤولين انهم الله يجازيهم بخير، يتحركوا شويه، يجيو يشوفوا هاد الناس، يوقفوا على همومهم، على مشاكلهم، راهم مغاربه. حتى هما باش مغاربه؟ انا بغيت نعرف واش مغاربه ولا كارت ناسيونال؟ اسي جي دي لا كارت ناسيونال وعطيه طريق. إلا عنده شي باسبور جي ديه خوضو وعطيه مدرسة. راه حنا مغاربة، راه الناس قتلتو فيهم حب الوطنية، قتلتو فيهم الشعور بالانتماء لهذا الوطن. الناس راه كتشعر ملي كتحس وطنية حنوا عليه، راه أمك لا ما كانتش كتحن عليك راك بعض المرات كتخربق عندك الأمور وكتنكرها. فما بالك وطن خليك عايش هذا الوضع هذا. أنا نتحدى كما قال السي الأخ اللي قبل مني قال لك نتحدى شي برلمان يجي يدور هنا. أنا نتحدى شي برلمان يجي يعطي وجهه للناس ويجي يبرر ديك الاكاذيب ديالو اللي عطى في الانتخابات والوعود اللي عاطين للناس دابا قبيل الانتخابات ديال 2021. دابا عاطين وعود ونتحداهم الى تصابت وعود كلها وعود كاذبه. ولذلك الله يجازيك السيد العامل، انا تنوجه لك هذا النداء، الله يجازيك السيد وزير الداخليه الى ما لجنه تجي تشوف هاد الناس باش تعرفوا واش هاد الناس اللي كيتكلموا كينادي واش كيبالغوا ولا هذا هو الواقع. السلام عليكم ورحمه الله. كنشكرك الاخ اللي هو فاعل جمعوي عرنا الواقع ديال
هاد المنطقه كيف ما كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في. هاد الساكنه ديال هاد الدوار ولاد عزوز بجماعه سيدي بن محمدون ضواحي اقليم برشيد اللي كتعيش عزله تامه. لا الساكنه يعني كيتشكاو من هاد الطريق المدرسه، الوليدات ما بقاوش كيمشيو للمدرسه، يعني مجموعه من الامور بلغوا النداء ديالهم للسلطات المختصه للنظر في هاد الوضعيه. متابعي قناه شوف تي في كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر.